لا طاقة لي ولا أسمع الأطفال والنساء ينادون العطش العطش يا حسين سكنة بطفلك الملهوف جتني يا بس إنسان وشوفته والله حال العزيزة وحال أخوها شلون تجذب الونة والرضيع يدير عين بعد شوت سكينة هلت مدامعها يا أخويا ووقفت إحداك ترتجف وتقول لي يا عمي تفتت حشاك أنا مدة ثلاثة أيام والله ما ضقت ما وإحنا يا أخويا الموت لازم واردي قال لي يا ضب الحرب يا شايل حملنا خلى يا أخويا ابن العطش يهلك الله يعين الجيش لا تشتت بعدك يا أخي وأخويا تميل عدوانك عليك خاض الماي بس هيا سكر رجفة يروي عطش تذكر لأن أخوه حسين لب الماي من جفة وتحسن هذا الماي يجري بطون حيا وذوقه قبل أخوي حسين ومن قبله يا ويلي من العطش وضيق موتي قرب والعمر قصر شلون أشرب وأخوي حسين عطشه ها وسكنة والحرم وأطفال وظن قلب العليل التهب نيران يا ريت الماي بعد لا حلو مر رمى الماء على الماء قائلا يا نفس من بعد الحسين وبعده لا كنت أن هذا الحسين وارد وارد المنوني وتشربين بارد المحيني الله هذه ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقيني رمى الماء بعد أن ملأ